صباح الخير من جديد، أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا إلى موضوع آخر نتحدث فيه عن موضوع التأمينات الاجتماعية وجائحة كورونا وما الذي حققته هذه التأمينات في خدمة المواطنين أمام هذا الضرر الكبير الذي لحق بمفاصل العمل الاقتصادي أمام الإغلاقات بشكل كبير ومتعدد أمام التعطل عن العمل. الخبير في منظمة العمل الدولية دكتور محمد خريس ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان عبر زوم. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، صباح الخير. صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك أستاذ خميس ويسعد صباحك ست آلاء. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. بداية دعنا نتحدث عن أهمية وجود هذه التأمينات الاجتماعية لتقديم طبعا الخدمات في كل ما يتعلق بالاحتياجات للمتعطلين عن العمل، سواء في جائحة كورونا تحديدا وأيضا الإصابات يعني بسبب العمل وكل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. أكيد أستاذ ألاء، يسعد صباحكم مرة أخرى، وبداية اسمحوا لي أن أقول لكم والأخوة والأهل بفلسطين كل عام وأنتم بألف خير. بالحقيقة كنت أشاهد الريبورتاج والتقرير اللي قدمته الصبية قبل شوي عن موضوع المقاومة الفلسطينية. سبحان الله، قدر الشعب الفلسطيني يد تبني ويد تقاوم، وجميعنا وقلوبنا مع الشعب الفلسطيني بفلسطين لتحقيق استقلال دولته إن شاء الله قريبا. وبالمناسبة الحديث عن التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية، بداية دعوني أعرج بشكل سريع على موضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وما فعلته بالعالم. كما تعلم أستاذ خميس وأستاذ آلاء بأن الإغلاقات العامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مصطلحات لم تكن موجودة أو معروفة قبل العام 2020، فكان لجائحة كورونا آثار اجتماعية واقتصادية شديدة على المجتمعات بالعالم، على اقتصاديات العالم. فهذه الجائحة تسببت بما لم تتسبب به حروب كبرى مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من خسائر اقتصادية. فجميع الدول لجأت إلى تعزيز استراتيجيات الحماية الاجتماعية وما يتعلق بخصوصية التأمينات الاجتماعية. هلأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، أكثر من 88 مليون شخص إضافي دخلوا إلى براثن الفقر، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 115 مليون. الفترة 2020-2021 شهدت تراجع وانتكاسات اقتصادية شديدة وعلى كافة الأصعدة، وأصبح هناك ودخلنا في مرحلة ركود اقتصادي. وجميع الدراسات تقول بأن الإغلاقات ساهمت إلى حد كبير بهذا الموضوع، ولكن الأثر السلبي جدا كان على الاقتصاد الفلسطيني من خلال انكماش الاقتصاد بعام 2020 بنسبة تقريبا 11.5%، واستمر فقط خلال فترة الإغلاق حوالي 37 ألف منشأة بفلسطين من 142 ألف منشأة. وهي طبعا بتشغل ناس كثر وعمال كثر وموظفين كثر بفلسطين. هلا معدلات الفقر تزايدت خلال هذه الفتره، من المتوقع ان ترتفع الى 31 او تقريبا 32% للاسف بفلسطين. معدلات البطاله ارتفعت الى مستويات قياسيه، وكانت خسائر بساعات العمل كبيره جدا تعادل تقريبا 161 ألف وظيفة. دكتور إذا سمحت لي بالمقاطعة هنا، يعني ربما ننفرد بالحالة عن باقي دول العالم بأنه إحنا عندنا نوعين من الجائحة، عندنا يعني الاقتصاد الفلسطيني يقاوم الجائحة الاحتلال في البداية، وموضوع الاحتلال الذي يتحكم بكل الموارد أصلا ويفرض القيود على أي نمو لهذا الاقتصاد، والجائحة كورونا منذ عامين. إذا ما أردنا أن أتحدث بهذه الجزئية والاحتلال كمان كيف ساهم في تخريب عمليا في هذه القضية، وإذا أوردت لنا أيضا بعض النماذج في موضوع كيف استطاعت بعض الدول من خلال موضوع التأمينات الموجودة لديها، وهي نماذج كالنموذج الأردني مثلا أو حتى ممكن يكون مع بعض دول الخليج كالسعودية مثلا، في تأمين الاحتياجات، مساعدة الناس خلال الفترة الماضية على التغلب على الأثار من أثار فيروس كورونا أو الجائحة بشكل عام والإغلاقات. تفضل دكتور. شكرا. نعم أكيد أستاذ خميس، شكرا لك لهذا السؤال. زي ما تفضلت، هناك يعني أكثر من جائحة يواجهها الشعب الفلسطيني،
وأهمها جائحة الاحتلال، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة. هلا التأمينات الاجتماعية بعجالة هي أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم من قبل الدول لرعاياها أو لشعوبها أو لمواطنيها بشكل سريع جدا. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمينات التعطل على العمل وغير، وتأمين الأمومة وغيرها من التأمينات. على سبيل المثال في المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تم إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج، برامج استدامة واحد واثنين وبرامج تعافي، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة. هلا ركزت هذه البرامج في المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم جزء من رواتب العاملين، بعضها وصل إلى 70% وبعضها الآخر إلى 60% والبعض الآخر إلى 50%، كلهم حسب القطاع الاقتصادي وتصنيف الخسائر اللي يتعرض لها كل قطاع من القطاعات الاقتصادية. وصل عدد المبالغ التي تم إنفاقها أو حجم المبالغ التي تم إنفاقها تقريبا 813 مليون دينار أردني، أي أكثر من مليار دولار، واستفاد حوالي 1,300,000 عامل في المملكة الأردنية الهاشمية من هذه التغطية التأمينية اللي جاءت أثناء جائحة كورونا. هلا لمزيد بالحديث عن هذا الموضوع، كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن من البداية عملت باستراتيجية واضحة وهي امتصاص الصدمة، ومن ثم العمل على التعامل معها بأثناء الجائحة، ومن ثم الذهاب إلى استراتيجية التعافي. اليوم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن بدأ العمل منذ أكثر من 3 أو 4 أشهر بموضوع التعافي وتقديم من خلال برنامج استدامة المعدل لدعم رواتب العاملين بنسبة 50% لقطاعات اقتصادية محددة مثل قطاع الفنادق والمطاعم وغيرها، والتي كانت تسببت لها جائحة كورونا بأكثر الضرر يعني على مستوى القطاع السياحي ككل. بالمملكة العربية السعودية كان يعني برنامج ضخم أطلق لتقديم دعم لرواتب العاملين بالقطاع الخاص بمقدار 60%. كذلك في مملكة البحرين من خلال هيئة التأمين الاجتماعي أطلق البرنامج وتم تمديده من خلال صندوق التعطل على العمل. وفي سلطنة عمان تم إطلاق برنامج الأمان الوظيفي. وفي دولة الكويت كان في قرار من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستمرار تعويضات التأمين ضد البطالة لفترات إضافية بعد انتهاء الفترة الأولى وهي 6 أشهر. نعم. كذلك يعني نموذج آخر في مملكة المغرب تم صرف تعويضات أخرى. هلا دعوني أؤكد هنا بأن ليس فقط الموضوع متعلق بدعم الرواتب وأجور العاملين وصرف بدلات التعطل على العمل، ولكن كان هناك برامج أخرى مثل الإعفاء من الاشتراكات وتأجيلها وكل هاي الأمور اللي جاءت على شكل استراتيجي. نعم دكتور محمد، يعني تحدثت يعني عن نماذج لدول عربية وبشكل إيجابي فيما يتعلق بكل هذه التأمينات الاجتماعية، حدثنا عن يعني الآثار المترتبة على غياب هذه التأمينات الاجتماعية. بشكرك أستاذ ألاء على هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا. يعني بالحديث عن يعني عشان نركز أكثر بسياق الفلسطيني، اليوم بفلسطين لا يوجد برنامج للحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية بفلسطين، وهذا يعني يشكل عبء كبير على الحكومة الفلسطينية من جهة وعلى أصحاب العمل وعلى العمال أنفسهم. هلا غياب البرامج التأمينات الاجتماعية مثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مثل إصابات العمل، مثل الأمومة، مثل التعطل على العمل، يعني يؤدي إلى مراكمة أعداد الفقراء بالمستقبل بشكل كبير جدا. مثال من إصابات العمل، اليوم بفلسطين في عام 2020 ومن خلال إحصائيات وزارة العمل كان في 578 إصابة عمل، 10 إصابات قاتلة منها، يعني يقصد بقاتلة بأنها تسببت إلى وفاة. أكيد من توفاه الله ورحمهم الله جميعا أنه في وراهم أسر. في البرنامج المعمول فيه بفلسطين أنه من خلال الشركات يتم تقديم تعويض معين، ولكن بعد فترة زمنية معينة من سيتولى إعالة هاي الأسر؟ من سيقوم بالإنفاق عليها؟ سواء الأرملة أو الأطفال.
قبل حوالي 15 يوم كان في يعني حصلوا ورا يومين ورا بعض استشهد شابين، احدهم سقط عن عمود إنارة والاخر بورشة بناء. كلاهما عنده زوجة وثلاث أطفال، يعني إحنا بنحكي عن يعني مجموعة من الأشخاص أصبحوا بلا معين. موضوع غياب التأمينات الاجتماعية وخاصة التقاعد يترك كبير السن بالمستقبل بلا دخل. أي نعم النموذج الأسري اللي موجود بالمشرق العربي وبعالمنا العربي بأنه صغار السن يقوموا بإعالة كبار السن، ولكن هذا لا يكفي، وخاصة أنه بفلسطين الفقر مركز عند كبار السن، يعني الدراسات تقول ذلك. بالنسبة لموضوع الأمومة وبدل تأمينات الأمومة وما يتعلق بهذا الموضوع، هذا موضوع مهم جدا لغايات دعم دخول المرأة إلى سوق العمل. هلا بالنسبة لموضوع العجز الطبيعي والعجز الإصابي، ليس الإصابات لا تتسبب فقط بوفيات، ولكنها تتسبب بتعطل الشخص على العمل لفترات زمنية متفاوتة، لريثما يتشافى المصاب ويعود إلى مكان العمل. مثال: إذا تعرض شخص لإصابة عمل بمصنع أو أثناء ذهابه أو إيابه من العمل وتعطل لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر عبين ما يحصل على الراحة اللازمة والتشافي اللازم للعودة إلى مكان العمل، من سيقوم بإعالة أسرته؟ موضوع التعطل على العمل، أصبح لدينا اليوم آلاف أو بالمئات الآلاف من المتعطلين للعمل بفلسطين بسبب الجائحة، من يقوم بالإنفاق على هؤلاء وعلى أسرهم؟ كما تعلمون موضوع التعطل على العمل موضوع بغاية الحساسية والخطورة، لأنه يؤدي إلى صدامات اجتماعية بسبب الضغوطات الاقتصادية. موضوع العجز الطبيعي، الإنسان لا يعلم ماذا سيحصل له بعد ثواني من الآن، ممكن يتعرض إلى وعكة صحية، يجلس بالمنزل 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر ويمكن أقل، من سيتولى رعاية الأسرة والأطفال اللي موجودين بالمنزل؟ استمرار النموذج الحالي بفلسطين المتمثل بغياب التأمينات الاجتماعية، وخليني أكون أكثر صراحة، التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتقديم تأمينات للشيخوخة والتقاعد والعجز الإصابي والعجز الطبيعي والتعطل على العمل والأمومة، سوف يقوم بمراكمة عشرات الآلاف من الفقراء بالمستقبل بكل تأكيد. وهذا الموضوع دكتور بحاجة إلى نقاش ربما ووقت أطول لنقاشه وتوقف عند جزئياته المختلفة، بكل تأكيد كل جزئية هامة وحساسة في هذا الموضوع. نحن نشكرك على هذه الإضاءة وما تحدث به من معلومات أرقام إحصاءات بخصوص الواقع الفلسطيني وكذلك الواقع العربي نتيجة للجائحة والظروف المعقدة التي فرضتها على كافة القطاعات والاقتصادات أو الاقتصاديات المختلفة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد خريس الخبير في منظمة العمل الدولية، كنت معنا عبر زوم من العاصمة الأردنية عمان. صباح الخير، شكرا.